حاجاتكم زيكم بالظبط نفس اللي بيكون متمنين لكم. الموافقون الموافقون كما احتضنت قاعة جهة سوس مسا انتخاب رئيس الجهة وانتخاب مكتب وأعضاء المكتب ديال الجهة وكذلك كاتب ونائب الكاتب. إذن الحمد لله انتخب الرئيس بالإجماع وذلك يدل على أن الناس وضعوا فينا واحد الثقة. 57 عضو اللي صوت علينا وعلى 57 عضو المكون في المجلس ديال جهة سوس مسا. الحمد لله هذه فرحة كبيرة ولكن كذلك مسؤولية كبيرة. احنا واعون بهذه المسؤوليه. يعني المستقبل غادي يبين بانه الحمد لله راه غادي نقدروا نتجاوزوا هذه المراحل كلها. الورشات كبيره تتسننا، الورش ديال الجهويه المتقدمه، لان غادي نبداو في التنزيل ديالو بلا تمركز ولا مركزيه، لان هما ورشات كبيره داخل هذا البرنامج الكبير. وكذلك كاين التنزيل ديال المضامين الكبرى ديال البرنامج التنموي الجديد اللي هي تحدي كبير اللي غيتسنى لنا، ورش كبير اللي غيتسنى لنا، والتنزيل ديالو على الصعيد الجهوي غيطلب منا تضافر الجهود ديال الجميع. ولله الحمد الناس اللي معنا في الجهه والاعضاء كلهم ذو كفاءات عليا. الحمد لله نحن واثقون اننا غادي ان شاء الله نواجهوا جميع التحديات، لان بغينا الجهه ديالنا تكون اقوى واقوى وتكون من افضل واغنى جهات في المغرب، وان شاء الله غادي نوصلوا للهدف ديالنا ان شاء الله.